قامت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الفيوم بتوزيع 30 شنطة مدرسية على التلاميذ الأيتام والأولى بالرعاية بالمرحلة الابتدائية. يأتي ذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس. مبادرة راجعين نتعلم واللي انطلقت في جميع محافظات الجمهورية برعاية مؤسسة حياة كريمة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع محافظات مصر، انطلقت في محافظة الفيوم يوم 21 سبتمبر بتوزيع 1250 شنطة على 6 مراكز داخل محافظة الفيوم. ومش بس الهدف ده الأساسي بتاعنا، احنا كنا برضو بنسدد المصروفات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية داخل المحافظة.